هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب خلال الجلسة الإجرائية التي عقدها المجلس في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، كما هنأ سموه نائبي رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابهما. وعرب سموه حفظ الله عن أخلص تمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية لتحقيق كل ما من شأنه خير الوطن وصالح أبنائه.